السلام عليكم، صباح الخير عليكم من الصحب ودبا. واليوم شكرا عمر، مرحبا بكم وتحية اخويا الهوي اللي راه ماكاش اليوم. بسم الله. قبيلي صباح الخير، السلام عليكم. كيف اصبحنا المولودين؟ واش كاين ثم؟ كاين شنو هذا؟ كاين اوبال. انا ايزابيل والمال اقعد اوبال. هذيك شنو ايزابيل؟ في المال ولا مال؟ في المال. ربي يبارك ما شاء الله. نبداوها بالاغذيه من عند خويا نبي ربي يبارك. عطيني النمر تليفون قبيلي. 05 58 29 79 79 79. ما كان تواجد توصل متوفر 58 ولاية. هذه الفتوة عليا 58 ولاية صافي بليز لا مليحة. وانا عند الاك عند خويا نبي ربي يبارك بالرقة كالعادة، حاجة فريشكا ربي يبارك ما شاء الله. زرعة الكيف، الكتان، لابيريا، نيجر، الكالسيوم ربي يبارك، الباتي فلاي، الشيا ربي يبارك، لا سورسا اوميغا 3 ربي يبارك ما شاء الله، سلعة كامل ربي يبارك، سلعة قال لي سلي، هنا متوفر فيها ساطيني ابيض، وتنحية، سلعة كامل ربي يبارك ما شاء الله، سلعة كامل للبشت اخويا نبيل ربي يبارك. نبيل شادر صاطيني نبيل 700,000 الحبة، 700,000 الحبة 14 الكوبلة من سوق بودوة مباشرة. هادو لي مال وتحت اللي في مال، هادو الفوق لي مال تحت لهنا اللي في مال ربي يبارك. لا ميلاني الباقة قاعد اسمك كلش باقة جمعية ربي يبارك كامل باسمي ستاد ربي يبارك. لونسي لي رقم الهاتف نبي 05 50 11 45 09 05 50 11 45 09. ما كان تواجد فورصوب ومرداس، فورصوب ومرداس وبالجمعة رانا في قدوة كالعادة. انا هنا متوفرين السوق 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 بودوة 700,000 العصافير. بسم الله ما شاء الله. البينو والبورتر البينو عمي يوسف ياك؟ لا البينو والبورتر البينو قال لي الغش تاعك كالعادة ربي يبارك ما شاء الله. في الاي بي شعل ذا؟ الاي بي بورتر ذا 13 بورتر البينو. البينو شعل ذا؟ المال 14 والفمالة 12. المال في البينو 14 والفمالة في البينو 12. نعم ربي يبارك ما شاء الله. والبورتر البينو في الكونسول 7.5. سلعة شعل في عمرها عمي يوسف؟ 7 شهور ونص 8 شهور 8 شهور ونص. سبع شهور 8 شهور ربي يبارك ما شاء الله. سلعة قاع خشينا ربي يبارك. سلعة قاع مستوى قاع نيفو شو زاوش ربي يبارك ما شاء الله. والكونتيتي كاينة والتوصيل كاين عمي يوسف؟ اولي بريزون كاينة كاينة بعد الدبن سي سي بي قاوتي عمي يوسف راه معروف قاوتي في الدومين حاجة ما شاء الله حاجة كونفيونس لحقكم ما كاش قاع مشكل. رقم الهاتف عمي يوسف 06 66 66 10 10 32 32 30. ما كان تواجد الرغاية الرغاية مرحبا بكم ولا بودواو بودواو الجمعة العادة مرحبا بكم خاطر صافر ندورو ساعتي ربي يبارك ومتوفر الجاز سلعة الجاز سلعة كلاسيك فيها الاس دي فيها الدي دي سلعة كامل ربي يبارك فيها حتى في النوار بلون ازدين حتى مال فيها في النوار بلون ربي يبارك ان شاء الله ازدين يا ربي. بسم الله انظروا اللي بوكروم اللي بوكروم ربي يبارك. عندك هنا سلعة لوتينو وكالوتينو عندك اللي مال هنايا لي بورتور البينو ربي يبارك ما شاء الله. لي بورتور البينو ربي يبارك. طبعا هنا جون لي بوكروم الحامل اللي طفلة الالبينو بالنسبة للذكور، اما بالنسبة للاناث فهما جون لي بوكروم حاملين للريسيسي بالطبع باسكو الاناث ما يمدوش العين الحمراء. وهنا سلعة البينو انتاجنا الخاص ربي يبارك سلعة كامل ربي يبارك ما شاء الله. واو الجاسب الناس اللي يدومون دي فينا الجاسب حوتي هاو الجاسب متوفر الناس اللي تحب تخدم الميلين حب الناس اللي تعشق في الجاسب. انا بالنسبة لي الجاسب افضل عصفور انا من ناحية اللون من ناحية كلش
هاو ميلي جاس كيف يخرج لك مصطفى معليش نسرقوا لك الميلي تاع الجاس دقيقه بسم الله هذا ميلي جاس هذا ميلي مقنين جاس مصطفى طاره مع الجاس ربي يبارك ثم هاي الريسيطة اللي تدوها خالتي ميلي جاس باو كيف يخرج لك مع المقلين ثاني يخرج هكا مصطفى ربي يبارك ما شاء الله ربي يبارك من ناحية لافيليسيون من ناحية كلش ربي يبارك ثم أخويا ثم راكي ما هذيا مع المقلين أخويا كوب دار شباب وشكل على ربي بالنسبة لرقم الهاتف أنا خالتي 05 40 96 59 ونعود إليكم نعود نذكركم برقم الهاتف 05 40 96 59 72 مكان تواجد الأربعاء البوليدة والتوسيع خوتي متوفر 58 ولاية خوتي الجسد راه متوفر نعود ندور أخويا مصطفى منا مع المقنين مصطفى هيا قصر معايا شوية واش عندنا اليوم فما لا شحال ديروا منا ومنا يا عطاوك 900 البيع ب 1200 ربي يبارك وهذا ميلي جاس ميلي جاس مع الطارة مع الطارة ربي يبارك شافي عمره هذا؟ عمره 3 مور 3 مور شنو مسموع والو؟ اوي قاسوي اوي قاسوي ربي يبارك الله يبارك فيك رقم الهاتف مصطفى رقم الهاتف خويا قول البارح في الحراج عندنا 15 خويا 05 52 86 86 82 72 77 27 وين راك؟ برج البحري برج البحري مرحبا بكم سوق بودلوي يرحب بكم الى الملتقى الجمعه الجايه ان شاء الله مرحبا بكم جميعا تحيه خويا الهاوي وجميع هواة الطيور لبغى مقنين كناري مرحبا بكم جميعا رانا هنا عند الدخله خوتي اكو تلقاونا توجور كل جمعه هنا يا خوتي ياك الماكله هاي هنا يا كناري كناري المقنين كالعاده خوتي راكو تلقاونا عند الدخله خوتي انا هنا عند دخله دخل منا يا خوتي طوالت حشاكم والزيتون اكو تلقاونا هنا الدخله راهي مليئه ومرحبا بكم جميعا سوق بدو اليوم